السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى عدد جديد من برنامجكم في الصميم وفي صميم الأحداث انعقاد أول اجتماع للوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وفي اجتماع مجلس الوزراء تعليمات وتوجيهات صريحة بنص العبارة إصغاء للمواطن والشروع في إصلاحات عميقة لبناء الجمهورية الجديدة وفي اجتماع مجلس الوزراء أيضا مواقف ثابتة للجزائر وحضور خارجي وصورة مشرفة أساسها حسن الجوار والتضامن رسائل وتوجيهات في اجتماع مجلس الوزراء نناقشها بالتحليل والإثراء بحضور كل من الأستاذ مصباح من الناس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مرحبا بك أستاذ أهلا أستاذ مرحبا ومعي أيضا خالد مهيز ناشط جمعوي مرحبا بك استاذنا ومعي الدكتور رشيد لوراري استاذ القانون السوري مرحبا بك استاذنا مرحبا ومعنا كذلك الدكتور الهوري تيغريسي استاذ العلوم الاقتصاديه او تيغرسي شكرا مرحبا بك استاذنا البدايه اكيد وكما تتبعنا في هذا اليوم اجتماع نبدا بك من ناس مصباح اجتماع لمجلس الوزراء اول اجتماع بالتشكيله الحكوميه المتكونه من 39 عضو وزير ووزراء منتدب وزراء شباب خمس نساء بهذا الحجم كانت التوجيهات صريحه والتعليمات في الاساس في بدايتها تصب في مصلحه المواطن وبنص العباره جاء التاكيد من قبل رئيس الجمهوريه على الاصغاء قال للطاقم الحكومي بان تكون الاذن الساغيه لي تطلعات المواطن عبر نهج الحوار والتشاور كيف يتجلى ذلك فعليا أو ميدانيا في نظركم طبعا هذا من خلال التواصل المباشر مع المواطنين يعني الوزراء مطالبين ب هم ان صح التعبير يعني مكلفون بمهمه وهي مهمه يعني ليست سهله صعبه والجميع يعني البارحه في تسلم المهام كلهم اقروا بان المهمه صعبه طبعا ولكن ليست مستحيله المواطن يجب ان ان يرى هناك نتائج ملموسه في كل طبعا في قطاعه من خلال طبعا الزيارات من خلال يعني المشاريع او ما يسمى بخارطه الطريق يعني يجب ان تتجسد في الميدان يعني ما هو ما هو مطلوب من كل وزير انه في كل قطاع يكون هناك نتائج ملموسه تنعكس على يعني معيشه المواطن طبعا هناك امور درجه اساسيه اللي هي علاقه لها علاقه بالجانب الاقتصادي والاجتماعي هذا لا جدال فيه فيه امور اخرى ثقافيه فيه يعني كل قطاع يكمل الاخر ولكن هناك اولويات ما هو مطلوب من كل وزير هو أن تكون هناك نتائج ملموسة ورئيس الجمهورية أكد على نقطة رئيسية فيما يتعلق بهذا الأمر وهو أن كل وزير لديه خارطة طريق خاصة به ماذا يعني هذا؟ معناها لديه برنامج عمل يجب أن يحققه وهو مطالب بالنتائج لأن كما قلنا في حصة سابقة الرئيس عبد المجيد تبون قال لدي يعني في حتى في حملته الانتخابيه لديه 54 التزام وليس وعود الالتزام قلناها في اكثر من مناسبه سقفها اعلى بكثير وبالتالي مهمه الوزراء هي تحقيق هذه هذه الالتزامات على على, على 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 الارض كلا طبعا في قطاعه والمواطن لن يقبل لن يقبل الا بوجود ان صح التعبير نتائج ملموسه لان سقف سقف المطالب نعم. يعني أصبح أعلى بكثير وهناك أيضا مقولة قلناها في أكثر من مناسبة أن السياسة تهتم بجدل المرغوب والممكن رغبات المواطنين دائما هي أعلى من قدرة أي دولة على تلبية كل الطلبات لكن الوضع الآن أيضا يضاف له ما حصل من خلال الحراك لأن هناك حالة من إن صح التعبير من الملل والاحتقان التي عانى منها المواطن الجزائري وبالتالي يريد أن تكون هناك نتائج أحسن يعني يتطلع كما قالها الرئيس الجمهورية نعم. إلى جمهورية ثانية طبعاً بخريطة طريق أفضل تنعكس على نعم. نعم أستاذ من الناس في هذه النقطة بالذات لما نعم. خلص في القول رئيس الجمهورية في توجيهاته للطاقم الحكومي الجديد حينما قال بأن هذا العمل ينبغي استعادة أو العمل على هيبة الدولة من جهة واستعادة ثقة المواطن من جهة أخرى. وكأنه فيه يعني محدوديه لهذا الانشغال والتطلع لان هذه المطالب التي قلت عنها انها سقف المطالب الـ الـ نعم العاليه الثقه طبعا ما هي المشاكل عندما نقول هناك مشاكل معناها هناك هو بين الحاكم والمحكوم معناها لابد ان ان يكون هناك ردم لهذه هو واستعاده هذه الثقه وفي نفس الوقت هيبه الدوله لانها مهمه هيبه الدوله طبعا في اطار القانوني معناها من يخالف القانون طبعا يعاقب وفقا للقانون وبالتالي نحن لماذا لانه الجزائر لديها تحديات وقلناها في اكثر من مناسبة داخلية في الشأن الاقتصادي والاجتماعي نعم. وشؤون كثيرة وهناك الشأن أيضا الإقليمي الذي هو يضغط أيضا على الشأن الداخلي فهي كلها تكمل بعضها نعم. بعض وهي وهي معادلة. يجب ان تتحقق استعاده الثقه وفي نفس الوقت استرجاع هيبه الدوله من جديد نعم في هذا الاطار خالد مهيز وانت الناشط الجمعوي لست تتكلم باسم المجتمع المدني بقدر ما انت جزء منه ولكن السؤال المطروح الان واقعيا هل المجتمع المدني في هذه المرحله مؤطر كما يجب لخوض أو للانخراط في هذا المسار الذي نحتاج إلى حوار وتشاور إلى أن يرافق الحكومه في جهودها نحو خلق تنميه مستدامه يحتاجها المواطن. اولا شكرا على الدعوه وايضا بهذه التله من الاساتذه اللي حاضرين معنا كان خطاب يعني نعود نرجع الى النقطه الاولى هي نقطه الخطاب. نعم فكان في في قراءتنا للخطاب رئيس الجمهوريه نشوفوا كان النقطه الاولى كانت هي اولويه هي استرجاع الثقه. نعم. هنا استرجاع الثقه والاصغاء الى المواطن هنا هذه النقطة يتكلم عليها الأستاذ وقال اللي هو اللي بين المجتمع وبين الحكومة لازم نعاودوا نردموها نعم. فهنا دور المجتمع المدني هو خلق الحلقة بين الشعب الجزائري وبين الحكومة هذا هو دور المجتمع المدني آه المجتمع المدني أصلاً لكن من هو المجتمع المدني الآن لازم نطرحوا سؤال من هو المجتمع المدني يقوم بهذا العمل؟ ليش المجتمع المدني والجمعيات اللي كانت في في سابق ما قريب كانت في كانت تساهم وتساند الى هذا كما نقول حنايا اتساع هذه الهوه وكان شرخ كبير في بين المجتمع والحكومة وصبح الشعب الجزائري تلمح إلى إعادة بناء الخارطة الجديدة آه للمجتمع المدني من خلال الم... الهيكل والتأطير هكذا المجتمع المجتمع المدني الآن الجزائري أي الجمعيات بكل حياة بحي... بحي... قواها يجب إعادة النظر في خارطتها أولاً إعادة إدماجها وإشراكها حتى في القرارات السياسية من هي هذه الجمعيات وهذا المان هو المجتمع المدني اللي يجب إشراكه في هذا لازم يكون ناس ذا كفاءة تكون نخبة تكون ناس عندها مستوى راقي تكون تتصدى لهذه الانشغالات حتى الفترة الحالية لأن ما نش في فترة كنا في رخاء رانا في فترة في منعرج حساس نعم. والجزائر راهي الآن في فترة حساسة يجب يكون نفس تطلعات هذا هذه المرحله هذه يكونوا ناس يكونوا اكفاء ما نجيبوش ناس اللي كانت في مرحله من المراحل كانت تتملق وكانت تطبل وكانت تدير كل شيء من اجل ارضاء نعم. فلان او علان نعم. الان المجتمع الجزائري يجب ان يعيد هيكله نفسه ويمثل الشعب الجزائري كما نقولوا هنايا احسن تمثيل نعم. كيف ذلك تتصورون هذا هذه هي اعاده بناء خريطه المجتمع المجاني نعم. نعم. المجتمع المدني هو في كل القطاعات. لازم كل واحد يحكم سبيساليتي تاعه. ماشي واحد راهو في الـ في الـ كانوا في, الـ في البيئه دوكا اصبح في المؤسسات الناشئه بعد على سمانه تلقاه في, في السبور على نص ساعه الان التسلق العشوائي آه ولا حان الوقت اعاده تنظيم المجتمع المدني بخريطه جديه بتخصص كل واحد في التخصص تاعه من اجل بناء جزائر جديده اللي تحدثت عليها رئيس الجمهوريه وقال بناء جزائر جديده ب عندها المعايير تاعها اللي هي اولويات سردها نعم. في الجانب الاجتماعي في الجانب السياسي والجانب المؤسساتي احنا الان رانا على حافه انه الميزانيه تاع الدوله راهي ضعيفه بزاف حان الان حان الوقت ان المجتمع الجزائري يلعب دور لرص الصفوف ولجمع هذا الشعب الجزائري في هبه شعبيه من اجل مشروع دوله نعم. من اجل مشروع يلتف فيه كامل اطراف المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصاديه والحكومه نعم هذا هو دور المجتمع المدني. جمهوريه جديده. جديده هذا نعم نعم هو لازم نمدو احنا, احنا ايضا انه نمدو هذا الشعار للشعب الجزائري باش نمدو هذا الشعار لازم الشعب الجزائري يدير فيك ثقة كيفاش يدير فيك عندك انت التزامات لازم زونجاجمون لازم عندك نعم نعم احتياجات الشعب الجزائري لازم في المقابل تكون في المستوى نعم كيفاش هذا هذا الامر الاول نشوفوا رئيس الحكومه مد او الوزير الاول هكذا حتى نسمي نسم. الاسماء الوزير الاول حتى م. رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون مد ضمانات وانا نشوفوا صراح وافتح المجال انا نشوفه انه تكلم على نقاط مهمه جدا اللي خلات انه الشعب الجزائري يفقد الثقه في 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 الماضي القريب انه تكلم على البيروقراطيه اللي اتعبت الشعب الجزائري هو نقاط صغيرة جدا في الإدارة الجزائرية لكن تتعب الشعب الجزائري هذا وشو يسحق لكن كيف أن الشعب الجزائري يلحق صوته ويلحق صراخه عن طريق المجتمع المدني اللي يصبح هو المراقب يصبح هو اليد القوية اللي تساعد الشعب الجزائري للحكومه الجزائريه لكن المجتمع المدني يلعب طرفين نعم يلعب طرف انه يوصل الشعب الى الحكومه وعنده دور اخر وهو ايصال رساله وخطه الحكومه واستراتيجيه الحكومه لانزالها الى الشعب الجزائري نعم هو الوساطه هذه هي المرغوبه من اجل الوصول الى جمهوريه جديده مثلما قال عنها رئيس الجمهوريه اليوم في توجيهاته للطاقم الحكومي الجديد استاذ لوراري هذه هذه الجمهوريه الجديده حجر الزاويه فيها كما قالها رئيس الجمهوريه بالحرف الواحد هي اجراء تعديل عميق للدستور هي اعاده نظام او اعاده تعديل نظام الانتخابات هي اخلقت الحياه السياسيه فصل المال عن السياسه، كل هذه الاطر في في نظركم انتم وانتم متخصصون في القانون ايهما اولى في هذه المرحله؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم تحيتي لك ولمشاهدي قناتكم الموقره وايضا للضيوف الكرام. دعني في البدايه اؤكد على ان بالنسبه لي على الاقل ومن وجهه نظر متواضعه ان رئيس الجمهوريه وفي اول اجتماع لمجلس الوزراء توجه ب بالنسبه لي بتعليمات صارمه لاعضاء مجلس الوزراء على اعتبار ان التحدي الاول والاكبر الذي يواجه على الاقل هذه الوزاره في هذا الظرف بالذات هو قضيه استرجاع ثقه المواطن. المواطن في ماذا في مؤسسات الدوله هذه الثقه التي كما عبر السيد الرئيس في كلمتها لا يمكن استرجاعها من خلال القيام بمجموعه من الاعمال والمهام الاساسيه اذا حبينا نصنف هذه المهام اولى هذه المهام تقع على عاتق هذه هذه الهيئه او هؤلاء اعضاء هذه السلطه التنفيذيه وذلك من خلال من خلال حرصهم ومتابعتهم لانشغالات المواطن وان يكونوا الاذن الصاغيه لهذه الانشغالات التي يعبر عنها هؤلاء المواطنون من جانب ومن جانب اخر ضروره ان يتحلى هؤلاء الاعضاء بالسلوك المثالي وبان يكونوا بمثابه قدوه في متابعه مختلف القضايا التي يطرحها المواطن او رجل الشارع من جهه ومحاولة طبعا إيجاد الحلول لهذه القضايا الأساسية والجوهرية والنقطة الثالثة والمحور الثالث من وجهة نظري والتي يمكن من خلاله استرجاع هذه الثقة والتي تعتبر تحديا خاصة بعد المرحلة الصعبة التي مررت بها الجزائر وهي ضرورة رد الاعتبار والدور الحقيقي لمؤسسات الدولة الجزائرية وذلك من خلال إضفاء المصداقية على هذه المؤسسات من خلال قيامها بالمهام الدستوريه والقانونيه المنكوله لها نعم. اذا تمكنا من الاجابه على الاقل على هذه التساؤلات والتحديات عند ذلك يمكننا ان نتحدث على بدايه استرجاع الثقه لان عمليه استرجاع الثقه تاتي كذلك من خلال هذا, وفي التشريع. هذا اعاده هذا التشريع نعم. وفي تحدث. هذا الاطار من وجهه نظرنا المتواضعه تاتي عمليه مراجعة الدستور كمراجعة جوهرية وأساسية لماذا؟ لأن طبيعة النظام السياسي الموجود حاليا طبقا للدستور الساري المفعول يستدعي داروت وهذا من الأشياء الجوهرية والأساسية التي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية سواء في برنامج عملية أثناء الحملة الانتخابية أو بمناسبة تأديته لليمين الدستورية والخطاب الذي هو بمثابة ورقه او خارطه طريق, طريق له والذي يتجسد في 54 قضيه كما او نقطه كما اشار الاستاذ قبل قليل طبعا لماذا مراجعه الدستور حتى على الاقل يمكن اصلاح القضايا الاساسيه والجمهوريه وخاصه تلك المتعلقه بتنظيم السلطه وبتوزيع المهام بين مختلف السلطات الموجوده وكان واضحا في هذا المجال خاصة ما يتعلق منها أولا بمهام أو صلاحية سيد رئيس الجمهورية واحد وضرورة إعادة النظر في توزيع هذه المهام ثانيا أيضا فيما يتعلق بتنظيم السلطات والحديث في هذه الأيام يدور على فكرة أو مبدأ الفصل بين السلطات وأن يكون, وأن يكون هذا الفصل فصلا متوازنا فصلا يسمح بإيجاد نوع من التكامل بين هذه السلطات الموجودة في الدولة وأيضا عامل اساسي وجوهري وهو اخلاقه الحياه السياسيه داخل المجتمع الجزائري، وفي هذا الاطار تاتي ضروره واهميه مراجعه مجموعه من النصوص القانونيه الاساسيه سواء ما تعلق منها بقانون الانتخابات او ما تعلق منها بقانون الاحزاب السياسيه او ما تعلق منها بقانون الجمعيات او غيرها من القوانين الاخرى الاساسيه والجوهريه التي تحكم العمليه السياسيه. هذه العملية التي لا بد من مراجعتها من جذورها بما في ذلك كما أشار الضيف الكريم ما يتعلق بالمجتمع المدني وضرورة إعادة, الم... إعادة النظر نعم. في تنظيم هذا المجتمع المدني حتى يتكفل حتى يقوم بالدور الحقيقي المرسوم له على نعم. غرار ما هو موجود في مختلف المجتمعات والدول وأن يصبح بمثابة أداة تستعمل في أوقات معينة من قبل السلطة السياسية القائمة لذلك طبعا هذه الورشه ورشه الاصلاحات وكاني فهمت من كلامك و... ان الاولويه ستكون للدستور نعم هكذا. لماذا؟ لماذا؟ نعم. لانه من خلال تاسيسنا للنظام السياسي الذي نرغب اقامته والذي عبر عنه بكل وضوح برنامج السيد رئيس الجمهوريه عند ذاك بعد ان نفتح هذه الورشه ونفصل في القضايا الجوهريه عند بعد ذلك تاتي بقيه الاصلاحات لماذا؟ لانه لا يمكن ان نتحدث لا عن تنظيم سلطات متوازن ولا عن تنميه متوازنه ولا ولا عن مجموعه من المجال لا يتسع لذكرها إلا إذا تم مراجعة وتعديل الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة وأن جميع النصوص القانونية التي ستأتي في مرحلة موالية تستمد قوتها ووجودها وتكون بمثابة ترجمة لهذه النصوص الدستورية ولذلك أعتقدنا بأنه الآن الخارطة بدأت تتضح جليا بالنسبه لطبيعة المهام الاساسيه والاستعجاليه التي يتعين القيام بها من قبل مختلف اذا تمكننا واعتقد بانه آه يعني لا يمكن او محكوم علينا الا ان نتمكن من انجاز هذه المهام عند ذلك يمكننا ان نبدا الحديث على عمليه استرجاع الثقه اذكرون فقط أنا نعم. نقطه لانه لما نتكلم على استرجاع الثقه في مؤسسات الدوله هذا ينطلق اساسا من أنه يجب مستقبلا أن تسند المهام والمسؤوليات داخل مختلف هذه المؤسسات ليس على حساب المعرفة أو العلاقات وإنما يجب أن تسند إلى أهلها من خلال اختيار معيار الكفاءة لا. ومعيار التفاني في خدمة الشعب الجزائري وليس معيار الولاء وأعتقد بأنه الرئيس ومن خلال دعني أقول وهذه على مسؤوليتي من خلال التشكيلة لهذه الوزارة بدأت تظهر معالم او اسس اسناد هذه المسؤوليات مستقبلا. نعم ربما من خلال كلامك هذه الثوره هذه الورشات الكبيره تاخذنا الى بعد اخر وهو ما اتسمت به هذا التشكيل الحكومي دكتور تيغارسي من خلال استحداث وزارات تخص الاقتصاد تخص المؤسسات الناشئه لاول مره الحاضنات التجاره الخارجيه الصناعه الصيدلانيه هذه الكم من الوزارات هذا من جهه لكن حتي اليوم جاء تاكيد رئيس الجمهوريه من خلال ضروره بناء اقتصاد قومي مبني على التنوع والتحرر من البيروقراطيه والتبعيه للمحروقات كيف نفهم هذه المعادله من خلال هذا التوجه وهذه السمه التي تتسم بهذا التشكيل الحكومي الجديد اولا نشكر الجماعه في الحقيقه ونشكر كذلك القناه تاعكم مهم جدا ان نذكر اهم النقاط اللي كانت مذكوره خاصه في البيان العنصر الاول اللي هو عنصر الثقه طبعا وهنا اشار السيد رئيس الجمهوريه في البيان تاعو من خلال نقطه مهمه استرجاع ثقه المواطن من خلال طبعا تخفيض الضريبه بالنسبه ل طبعا الافراد وهذا اللي كان متوعد فيه في الحمله الانتخابيه وقال ذكر انه تقريبا اقل من ألف يمكن انه راح نعفيهم من ضريبه نظن أنا في في تقديري خاصه في الجانب المالي انه يمكن انه نرفع السقف الى مستوى اكثر من هذا وجاء بالمناسبه لا اقطع كلامك ولكن جاء حتى انه اكد على ضروره الاسراع والشروع في اصلاح عميق يمس القطاع الضريبي اكيد عكد. ولكن في في الجانب هذا النقطه الاولى قلنا انه بالنسبه للافراد نظن ضريبه انه تخفيضها او خاصه في اللي اقل من 30000 رفعها تماما ويمكن تخفيضها لمستويات محدوده ثم احكي الجانب الضريبه للتسهيلات اللي يمكن تقديمها خاصه للمؤسسات الناشئه لستارت اب اللي طبعا راح تخف... تخضع لتخفيضات ضريبية مهمة جدا جدا وحكى على خاصة أول نقطة يحكي عليها من خلال تنويع المداخل تاعنا حكى على نقطة مهمة اللي هي التحصيل الضريبي والإصلاح الضريبي والإصلاح المالي موجود في الجزائر وهنا مهم جدا نفتح طبعا القوس نقول أنه لما نحكي على الإصلاح الضريبي تعرفوا أنه التحصيل الضريبي في الجزائر تقريبا 18% لما قلت أقل ما تتخيلوا أنه إذا كان عندنا حكاية السيد على الميزانية كانت ميزانيه الدوله حوالي 8000 تقريبا ب 18% تقريبا 3000 معناتها تخيل لما نوصل الى مستوى معين من الاصلاح الضريبي وعلى الاقل 40% تقريبا نولي العجز غير موجود في الميزانيه هذه نقطه كيف هذه أه. يف... النقطه بالذات كيف يفهمها المواطن بالملموس؟ يعني تشرحها له انه كيف يستفيد المواطن البسيط من إصلاح الضريبي؟ يعني كيف ينعكس عليه؟ في الجانب الاجراءات المباشره إجراءات نعم. الاجراءات المباشره راح تكون تخفيضات او طبعا على الضريبه كيفاش تكون بالنسبه للدخل نتاعهم مباشره اذا كان عنده دخل 30 الف هو طبعا كان اقترح انه يمكن انه لا تخضع للضريبه اللي عندهم دخل هذا فقط أو مروح اخرى لانه تخفيض ضريبي وش يدير تخفيض الضريبة معناتها انه يخفض من الاسعار تاع المنتجات وهذا اللي لاحظوا انه لما نحكم من الخمس سنوات الماضية وبمعدل ضريبة تقريبا نحسبها بخمسين بخمسة بالمئة انخفاض الدخل القومي او الدخل الـ 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 الوطني تقريبا بخمسين بالمئة هذا اللي الاشكال اللي رانا عانوا في المراحل اللي فاتت وكنا حتى الزيادات ما كانش عندها معنى مقارنة مع التضخم اللي كان موجود ما عندهاش معنى انه نظن انه في البرنامج تاعو يحكي خاصه الى طبعا استرجاع قيمه المواطن وطبعا الاهتمام خاصه بالقدره الشرائيه للمواطن وهذا مذكرها في البرنامج تاعو ولكن فقط لازم نحكو قطاعات واحده اخرى لانه من خلال تنويع الاقتصاد لما نحكي على المؤسسات الناشئه في لا. بعض الدول مثلا أن هذه المؤسسات الناشئه تمثل تقريبا 40% من الدخل الوطني هذا مهم جدا انه عندنا قطاعات وحدة اخرى غير مستغله طبعا اللي شفناها قطاع التجاره الخارجيه وهنا أسس الوزير مباشره للتجاره الخارجيه كذلك لما نحكم قطاع الصناعة وما ساده في الأيام الماضية وما شفنا الأرقام اللي شفناها كانت أرقام تقريبا خيالية أن نقول أنه سيناريو بالنسبة للنظام الاقتصادي راح يتبنى على مرحلة قصيرة وهي مهمة جدا وعلى الأقل نحد مستوى الفساد اللي كان بأرقام كبيرة في المراحل السابقة ومهم جدا نسترجع الأموال اللي كانت موجودة يمكن طبعا الارقام هذه اللي موجوده في كثير من القطاعات في قطاع فلاحة في قطاع الصناعه في قطاع طبعا التجاره في كل القطاعات على الاقل في مرحله اولى يمكن ما يمكن طبعا من نسميه النزيف المالي اللي موجود في الجزائر على الاقل نبدا في مرحلة الأولى اللي هي مرحلة النزيف المالي ثم ننطلق في العملية الثانية لأن الوزارات اللي موجودة المستحدثة تقريبا 12 وزارة المنتوج نتاعها والأثر نتاعها ما راحش يظهر كمرحلة أولى ولكن نستنى على المدى المتوسط وطبعا كل العملية الإنتاجية راح تظهر خاصة على المدى المتوسط والمدى الطويل فقط نقول أنه على المدى القصير فقط نحافظ على طبعا كل النزيف المالي كان موجود ونظن بهذا نقدر نحقق على الاقل السنه الجايه او السنه اللي بعده ممكن توازن في الميزانيه وما نخافش لانه الشعب الجزائري في حق كثير من الحالات، راه يخاف تقريبا لما يسمع انه العام الجاي ما عندناش ما نغطوا العش في الميزانيه والعام اللي كذا ولما نسمع بعض المؤسسات تروح اجنبيه نظن انه عندنا امكانيات وباستغلال الامكانيات المتوفره في الجزائر وخاصه مع تنويع الاقتصاد نقولكم لكم فقط انه الرقم اللي إنه شوف القطاع الفلاحي مثلا انه ما آه يبانش انتاج فلاحي عندنا 30 مليار انتاج فلاحي في الجزائر 30 مليار دولار في الانتاج في الجزائر وطبعا وزدنا له وزارات مستحدثه منها اكيد خاصة الفلاحه الصحراويه خاصة والجبليه خاصة الانتاج الفلاحي الصحراوي اللي نعم. هو انقلبت الانتاج الفلاحي الصحراوي يخدم على الشمال نظن انه هذه فرصه باش نقدر ندعم نعم. الانتاج الفلاحي ونفكر هذا جاء وزاره التجاره باش نفكر في كيفيه طبعا تصدير الخارج وكيفيه نعم. تحديد الواردات للارقام نتاعها هي كبيره جدا وضروري انه من خلال توازنات الماليه هذا نقدر على الاقل في السنه الاولى نتحكم فيما يخص الماليه العامه وطبعا العجز في الميزانيه نعم نواصل نقاشنا ولكن المواطن حاضر ايضا بارائه وتطلعاته من هذه الحكومه او هذه التشكيله الحكوميه الجديده في هذه المرحله المتميزه نستمع الى اراء بعض المواطنين من عبر ولايه الوطن تبشر بالحكومه هذه الفتيه اللي ان شاء الله كيما يقول لك كيما نخمو حنايا هما راهم حنايا نباركوا لهذه الحكومه ونطالبوا منهم يخدموا بزاف فرحنا بزاف بتشكيل هذه الحكومه جديده خش فيها بزاف وزراء صغار وكل شيء ونتمنى تسقد البلاد وان شاء الله ما يكون غير الخير سيرتو حنا الشباب باغي بزاف تبدل كل شيء القطاعات كاع يتبدلوا ان شاء الله ويتسقدوا ننتظروا <تضطيق> ان شاء الله من حكومه جديده تكون حكومه عند حسن ظن المجتمع نحن ننتظروا منها غير الخير ان شاء الله حكومة ان شاء الله يتبشر بالخير من النتائج الاوليه يتبشر بالخير ان شاء الله كل وزير راه على حساب الاختصاص نتاعه ونتمنى <تضطيق> الشباب تفهم وتكون واعيه الحكومة الجديده هذه لازم تعطيها وقت اي سانو في بليزير فوالا لا جونيس درك يتموتيفاو يشوفوا باللي يا موند كي سوفر فيرو اي باسكو لافنير سي بور لي جون اي فوالا انا بيرسون مي جو في كونفيونس استاذ مصباح من الناس احد المواطنين قال هذه الحكومه لازم نعطيها وقت كم في رايكم من الوقت اللازم ل الذهاب بهذه الورشات الكبرى في الاقتصاد، في السياسه، في على الجبهه الاجتماعيه، كم يلزمنا من الوقت؟ والله يعني حتى نكون واقعيين يعني حتى لا نظلم بعض الوزراء، يعني يجب ان نكون متفائلين ولا نظلم احدا، يعني يجب ان لا نحكم على بعض القطاعات قبل يعني المحك يعني سيبرز في في نهايه المطاف. هناك قطاعات لا يعني تحتاج ربما الى سنوات حتى نكون يعني حتى نعم. تؤتي مثلا ثمارها. مثلا الزراعه الصحراويه وان كان هناك بعض النماذج يعني في الصحراء اللي حققت يعني طفره فيما يتعلق بالانتاج الفلاحي مثلا ناخذ مدينه وادي سوف يعني كمثال فقط لكن يجب ان تعمم وبالتالي تعميمها معناها تحتاج الى وقت كمثال بسيط هنا افتح يعني قوس لو سمحت لي اضافه لما قاله الاستاذ غرسي عندما نتكلم على التنويع انا اعود الى مثال بارز وهو العملاق الصيني في الزيارة الشهيرة للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون للصين يعني الصحفيين الذين أخذهم الرئيس الأمريكي معه لتغطية هذه الزيارة تفاجؤوا بمستوى التطور أنا رغم أن الصين لم تبدأ بعد الإصلاحات مع 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 دانك بينغ يعني في 78 كان هناك سؤال مشترك لدى الصحفيين هناك طفرة في الصين سؤال موجه للرئيس الصيني أجابهم الرئيس الصيني قال لهم السر هذه الطفرة هو الدراجة الصينية قال ما عندما بدأنا الثورة الصناعية كان لدينا قدرة على أن نصنع دراجة صينية مئة بالمئة وتفادينا الخطوة التي لجأت إليها دول العالم الثالث وهي استيراد وسائل النقل هذا الاموال التي كنا سنخصصها لهذا القطاع خصصناها لقطاعات اخرى اكثر انتاجا فحدثت ما يسمى بالطفره الصينيه انا وكانك تلمح الى تركيب السيارات لا 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 ألمح الى تركيب السيارات انا ساقوم بعمليه اسقاط على الفلاحه بالذات يعني انا اتكلم عندما نتكلم عن التصدير انا انا الاموال التي تخصص لاستيراد مثلا بعض المواد الزراعيه وبعض المحاصيل الزراعيه وهي بمراير الدولارات هذه الاموال يعني يجب ان نصل الى الاكتفاء الذاتي وهذه الاموال يعني تذهب الى قطاعات اخرى اكثر انتاجا هذا داخل في مبدا التنويع وتحقيق طبعا الاكتفاء الذاتي لكي نخلق اقتصادا متنوعا وتنافسيا نعم. لان هذه القاعده انت دائما عندما نعود الى حجم الدوله الجزائريه التي دائما نقول ونقول انها قوه اقليميه هذه القوه الاقليميه لديها اعباء امنيه اقتصاديه واعباء الدور هذا الدور يتطلب أيضا أن يكون لديك اقتصاد قوي يستطيع أن يتحمل هذه الأعباء هذا لا يتأتى إلا بالتنويع بمعنى آخر يجب أن نخرج نهائيا من مقاربة النفط بالنسبة للهامش الزمني للوزارات يعني لا نستطيع أن نحدد مثلا فترة زمنية لكل قطاع قال ولكن قلنا منذ البداية أن كل قطاع مطالب بنتائج ملموسة لأن صبر المواطن يعني نقول أنه نافذ, لا لا, 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 لا نافذ أساساً يعني يطالب بنتاجه من حقه انا مع المواطن الجزائري الذي يعني يقارن في بعض الأحيان قد تكون مقارنة صحيحة في بعض الأحيان قد لا تكون مقارنة صحيحة لكن من حق المواطن الجزائري أن يعيش في حياة كريمة أن يتحسن وهذا ما ما التزم به الرئيس عبد المجيد تبون واعتقادي وهذا أكيد سينفذه يعني رفع الأجر القاعدي هذا مفروغ منه السكن الخدمات كل هذه الأمور التي لا يعني يجب أن أن تسرع وتيرتها هذا بالنسبة لحق لماذا لأن الجزائر لديها مقومات اقتصاديه تكلم الاستاذ غرسي ولكن هو في فيما, نعم. فيما يتعلق بتفعيل هذه المقومات ومخرجات عمليه للمواطن نعم. نحن لسنا دوله فقيره وانا اقولها دائما واكررها يعني حتى لما نتكلم على عدد السكان اذا افترضنا نحن الان 45 مليون نسمه نسبه الى مساحه الجزائر هذا ليس عددا كبيرا ومع مقومات الجزائر لماذا لان هناك حتى من يطالب يعني تلاحظ بعض الدول صغيره مثل اليابان 150 مليون نسمه في مساحه صغيره من مساحه من مساحه الولايات الجزائريه لدينا الموارد لكن يجب ان نخطط بطريقه علميه وهناك ربما خطط اخرى على طويله الامد ولكن الملموس من خلال هذا التشكيل الحكومي من خلال هذا التوجه الاقتصادي اذا حبينا نتكلم اقتصاد او نتكلم سياسه نعم، نعم. من خلال هذا الاراده السياسيه الموجوده الى اي ماذا يمكن ان نذهب؟ هل نحن على السكه؟ يعني كيف من 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 التنظير الى الواقع؟ نعم هذا أ... الذي ينبغي ان نعم يكون هذا صحيح، هذا سؤال جيد، وانا قلت منذ تشكيل هذه الحكومه، ربما هناك شيء ايجابي وهو احترام الاختصاص، معناها عندما نتكلم على وزير معين في قطاع هو لديه قاعده علميه، يعني في تكوين في هذا المجال، هذا احد العوامل التي ستساعد هؤلاء على يعني الوزراء على اداء مهامهم، ليس لوحدهم الطاقم ايضا الذي يجب ان يعمل معه يجب ان يكون في نفس ايضا الاختصاص هي معادله يجب ان اؤكد عليها معادله ليست بسيطه معادله معقده لكنها ليست ايضا مستحيله يعني هناك نتائج يجب لا نستعجل النتائج في بعض القطاعات حتى نكون واقعيين لكن ما يهم المواطن بدرجه اخص هي الاساسيات وهو وهذا حق مشروع يعني الدولة حتى, حتى لا نظلم أحدا نعم. أنا من الذين يقولون أنه يجب أن نثمن المكاسب منذ الاستقرار وليس الآن فقط نعم. يعني هناك مكاسب هناك نقائص هناك أخطاء فادحة هناك هذا صحيح لكن علينا أن نثمن أيضا المكاسب وأن نبني عليها وأن نصل فترة معينة قلت في حصة سابقة لدينا القدره ان نصل الى حد يعني ضعيف جدا فيما يتعلق بنسبه الفقر يعني وان نقضي عليه نهائيا لانه لسنا نحن لسنا دوله فقيره لكن مهمه الوزراء في كل في قطاعاتهم مهمه ليست سهله وهم مطالبون قلنا بتحقيق نتائج ويعون هذه المسؤوليه وحتى رئيس عبد المجيد تبون عندما قلنا وضع لهم خريطه الطريق معناها انتم مطالبون بتحقيق نتائج والا ربما يكون هناك اجراءات نعم. اخرى. نعم أه سخالد سي خالد لما نتكلم وانت دائما اقدمك على انك ناشط جمعه من المجتمع المدني رئيس الجمهوريه اليوم تحدث في توجيهاته وتعليماته للطاقم الحكومي بضروره المناصب الشغل خاصه في القطاع الجامعي والشغل، كما تحدثت انت في البدايه ضروره اصلاح المنظومه التربويه وهنا نقصد حتى الاصلاح البيداغوجي الذي يتعب الاولياء كما يتعب الاولاد كما يتعب الاسره على العموم الاسره الجزائريه الى اي مدى يمكن ان نجد تطلعات المواطن في مضامين في, في هذه المضامين او موضوع او في التزامات ووعود رئيس الجمهوريه. شكرا. آه نعود نرجع سؤالك نعم السؤال اللي طرحته الاستاذ ونربط معاه السؤال الثاني. نعم. قلت في سؤالك من اين نبدا في الحكومه هذه الجديده من اين نبدا؟ نعم انا نقول لك نبدا من اخطاء تاع الاخطاء السابقه اللي كانت كانت يعني كانت السياسه دمرت القطاعات الاستراتيجيه والقطاعات الحساسه فمن هنا نبدا هو اعاده النظر في هذه الاستراتيجيه وفي في هذه النقاط المهمه وهي القطاعات الحساسه اعاده احيائها واعاده تنظيمها تنظيم جيد هذه النقطه هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه في استحداث الوزارات الجديده والمنتدبه انا انا نشوفها ايجابيا لكن دائما نخلو لا الدولار مشعوله نعود نطيحوا في واحد الاخطاء تاع من قبل كانت وزاره منتدى مستحدثه سابقا ما هي الاخطاء اللي كانت فيها طريقه التعامل بين الوزير والوزير المنتدب كان صراع كبير كان كاين في السلم الاداري في الاوراق في المراسلات شكون مع شكون شكون يخرج شكون هذه الامور لازم ان تصلح ما نستناوش حنا ست شهور وعام باش نفيقوا باللي يا ودي كاين مشكل يا ودي في الـ في الـ في, الـ في الوزارات المنتدبه هذه ومن بعد نقولوا باللي الشباب خسر لانه كاع الوزارات هذه المنتدبه مدهم الشباب غدوه من غدوه بعد ست شهور نقولوا يا ودي كاين مشكل الشباب هذو ما نجحوش ونمدوا صوره سيئه الشباب نعم هذه دائما نحطوها بين قوسين هذا كما نقولوا حنايا يا سلاح ذو حدين نعم تقدر يعاونك ويقدر يدور عليك فمن هذا الباب انه نضع طريقه عمل واضحه وكيف نديرو حنا لي بروسيدور انترن في الـ في الـ في كل في الـ في الـ الوزارات كيف التعامل بين الوزارات. الاراده السياسيه كانت متوفره حتى منذ ان استحدثت هذه المناصب كان رئيس الجمهوريه مثلا قد وعد باستحداث مثلا هذه الوزارات هذا الوزارات تم هذه الوزارات التي يشرف عليها شباب. صح نعم. تم استحداثها لكن ما نخلوهمش وحدهم نعم. لانه نقص التجربه ما كانش ما كانش عنده وقت نعم. كافي انه يتمرس لكن لازم يكون عنده مرافقه ايضا نعم. وقلنا لازم تضبط الامور من كيفيه التعامل داخل هذه الوزاره والوزاره المنتدبه وربما هذه يحتاجوا هذه هذا الطاقات هذه الكفاءات تحتاج الى المجتمع المدني تحتاج إلى المجتمع المدني هذا الدور اللي تكلم عليه ربما يكمله المجتمع المدني تحتاج المجتمع المدني وتحتاج الى اداره نعم اداره آه، واقفه وقويه لتساند نعم. وترافق هذا الشباب في 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 جانب البروتوكولي حتى, يعني حتى في القضاء حتى على الجانب. البيروقراطيه هذه هذا هو مسحق المواطن نعم. في اخر هذا هذه الحكومه والحكومه والوزارات المنتدبه يسحق المواطن أن يسحق في اخر ان سيرفيس يكون دو كاليتي مازلنا نحن الان المواطن دائما يصرخ في المستشفيات مازال الانسان يصرخ على عن البيروقراطية عنده ملف في ست شهور مازال هذه الامور اللي من المواطن هو بغض ما يسحقش هو تسعة 39 وزير ولا سته ولا 10 ولا 20 ما يهموش الامر المواطن البسيط واش يسحق يسحق هذا الانسان في القطاع تاعو يرفع مستوى القطاع كي يهبط العشيه الصباح كي الصباح ورايح السبيطار يلقى ترونسبور لو في ولكن ليس يعني بالضروره حتى يعني نتكلم من من جانب اخر حتى ناخذ الحديث ايه؟ في نعم مكان لا لا لأونا. بالفعل حتى المواطن لابد له من دور مكمل لهذا لهذا الدفاع الوزاري هذا الدور المجتمع المدني يجب التفاف الشعب الجزائري نعم. والمجتمع بمن؟ بجمعياته بالنخب التي يخرجها هذه الجمعيات والمجتمع المدني لازم كاين نخب تطلع تبان تولي هي تتحدث وترافع وتدافع عن دور, دور عن الشعب الجزائري وتتكلم بقوه وتقول فعلا فعلا اننا نحن لسنا راضين على هذا القطاع وعلى هذا لانه واحد اثنين ثلاثه بموضوعيه وعقلانيه لكن كاين ناس تحدث من اجل الحديث لا اذا كان انسان يكون موضوعي في الطرح تاعو جاء اخي الكريم مواطن بسيط هو شي القطاع تاعك هاوليك واش واش فيه نقائص واحد اثنين ثلاثه نحسنوهم تحدثنا في بدايه الحصه على الاصغاء الاصغاء للمواطن لازم لازم يكون عنده وسائل ميكانيزمات الاصغاء ولازم تكون تمشي ماشي ننطلق في خط اخضر وكاين سيت ويب وكاين فيسبوك ومن بعد ما تمشيش نعم رجع الصدى ما كاش مواطن يشكي لكن رجع الصدى ما كاش هذه الامورات لازم تحدثوا فيهم بجديه لانه المواطن في بكل بساطه يسحق واحد يسمع له حتى المجتمع المجتمع المدني الجزائري نقول لك انا راه سفري سوفري يطلب تسريح يستنى لا لاكتيفيتي باش يديه اسكو يدير لاكتيفيتي ما يديرهاش هذه ببساطه نروح تطلب انك تاسس جمعيه تستنى تستنى ثلاث شهور هذه هي البيروقراطيه اللي لازم تحطوا عليها اذا حبينا نبني جزائر جديده وتكون عندها نظره بعيده في نفس خطاب وبيان رئيس الجمهورية اللي راه وضح الملامح تاعو اللي راهي انا نشوفها كما نقولو حنايا ايجابيه بزاف نعم حتى الدستور تحدث على رفع مستوى المعيشه لسانديكا راهم الان نشوفوا امين عام جديد على النقابه والان راهم يتحركوا في مختلف القطاعات باش ينحيوا ليرجي يعني يطالبوا بالغاء ليرجي نفس الشيء ما المسار نفس الشيء نهضروا على المجال كيف كيف على الجانب الخارجي للجزائر، الجزائر مشا في في امور نقاط حساسه نتحدث منها على نبذ العنف والتطرف والارهاب، هذه نقطة حساسة، الجزائر كانت فيها دي ان ليدر في المنطقة العربية وحتى في العالم. نعم. انتقلت إلى نشر السلام والأمن في المنطقة، هذه نقطة حساسة أيضاً والجزائر ما زالت رافعة على هذه المنطقة، على هذه الهدى 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 النقاط هذو. نعم. أيضاً المجتمع الجزائري هو المجتمع المدني راه يشارك خارج خارج القطر الوطني. او يمثل الجزائر او يرفع لا. رايه الجزائر هذا التمثيل شكون لازم يكون لازم يكون نخبه ويكون مجتمع مدني عنده مستوى راقي، لازم ننتقل لهذا المجتمع المدني نتحدثوا عليه ونعيشوا باحترافيه المجتمع المدني خلاص من, نعم. من الجانب الأيركاي خالد،, خالد انت تكلمت على الدور المجتمع المدني خارج القطر الوطني وربما هو هنا فيه رساله من المجتمع المدني ومن الجاليه التي تعيش خارج الوطن اللي عندها رؤيتها وهي ايضا ترى بعين الرضا وبعين التغيير الايجابي، الجزائر في طريق التغيير، الجاليه في مارسيليا مثلما هذه الاراء التي جمعها الزميل قاسم بحماني من مارسيليا، الجاليه التي تعايش الجزائر وتعايش الوضع الداخلي للجزائر ولكن بتطلعات ايجابيه من خلال هذه الحكومه ومن خلال هذا المسار والتوجه وهذه المرحله الجديده التي تعيشها الجزائر، نستمع. لابد ان ننطلق من مبدا أن الجاليه هي جزء لا يتجزا من المجموعه الوطنيه وهذا تعتبر يعني امتداد طبيعي وامتداد تاع الامه ونقدر نقول حتى هو امتداد وبعد استراتيجي تاع الامه السيد الرئيس التزم انه فيه يعني عهد جديد اللي يعتمد على يعني اخلاق الحياه السياسيه يبدو لي هو التزام بفتح عهد جديد عهد يغلق يعني يطوي صفحة يعني المحابات الرداءة الفساد المحسوبية التهميش والإقصاء ونفتح المجال أمام كل الكفاءات العلمية الفنية الإعلامية الأدبية يعني في كل المجالات وفي كل الأماكن باش كل واحد يساهم بالأسلوب وبالطريقة اللي يقدر بها في يقدم إضافة يعني في البناء الوطني الأولوية هي يعني تمثيل يعني حقيقي فعلي لبنات وأبناء الجالية حتى يقدروا يعني يكون صوت على الجالية مسموع داخل المؤسسات ويعني رفع كل ما هو بيروقراطي كل الأشكال التعسف حتى الإنسان اللي يحب غدوة يخلق مؤسسة يخلق مؤسسة اللي يحب يشري بيت يشري بيت اللي يحب يستثمر يقدر يستثمر ما لازم ندخله في عهد الجديد كاين سياق أخرى هو يعني خلق ما يسمى بلو تروا سي ان لو كونساي كونسلتاتيف دو لا كوميونيتي ناسيونال ا كذلك نقدر من خلال اعاده تفعيل لو كناس لو كونساي ناسيونال ايكونوميك اي سوسيال ونخدرو يعني يكون دائره ان ديبارتمون على مستوى هذا المجلس اللي هو مكلف بقضايا والبحث والتفكير الحاضر والاستشرافي والاستراتيجي في القضايا تاع تاع المجموعه الوطنيه في الخارج ان شاء الله 2020 مع هذا نوفو بريزيدون نطلب ان شاء الله يدير تسهيلات يسهل لنا الامور لكاع ال... الجالية الجزائريه اللي راهي كاينه هنا في الخارج باسكو دي غروس والناس بزاف قاريين نو اوليو باش نجوا إحنا هنا يستفادوا من الخبره تاعنا وكاع يستفادوا بها لي زتغونجي ماذا بينا حنا خبره تاعنا نزيدوها في بلادنا كاين كاين افكار ثاني كاين ناس ياسر تحتاج تدي تدي تدي, تدي اقتراحات من هنا عندها تجارب في الشغل نتاعها في العمل نتاعها إحنا بغينا الجزائر انها تشجع المواهب هبطون 2009 حبيت ندير لي الباش تاع البواسون اي ما نلقيتش تسهيلات وما دومونديتش دراهم عندي دي سات ميل متر تاع تراب رزقي شاريه بدراهم حبيت نانفيستي فيه وحده انا كنت في قصر البخاري بوابه الصحراء يعني الصحراء كامل راح يعني ما ينقصهاش الحوت هذا اون بلوس من الحوت هذاك واش كنت حاب ندير نكري ان نوفو برودوي سي لاجيلاتين وهذيك حاجه ناقصه باش تكون حلال ناقصه والموان شارمان في لا برودكسيون سي لاجيلاتين دو بواسون مي باش ما تقدرش لازم انت تكونها واش يطلب يطلب غير تسهيلات هذا ما كان يسيو فابريكي عندنا في بلادنا نقدروا نخدموا لينا لبلادنا ونيكسبورتيوه ثاني نوردوه جيلاتيني يكون حلال تاع البواسون وراك حتى تكسبورتيه حتدخل ديفيز للبلاد متاملين خير كبير لازم الشعب هذا ثاني يكون اليد في اليد بلاد باش يطلع لي كولومي تاعها من لي بتيت اونتربريز اي شركه ناجحه هنا في فرنسا وراءها جزائري لي بارتو عندنا ثقه كبيره بعد الانتخابات بعد بعد الانتخابات كانت انتخابات نزيهه وجانا رئيس وعندنا امل امل كبير في الجزائر جزائر الجديده ان شاء الله جزائر الشباب ان شاء الله ونتسناو الكثير ان شاء الله من الجزائر وراح نزيدوا خطوه الأمام ان شاء الله خطوه للامام رشيد لوراري هي من الجالية التي لها تطلعات هنا في الجزائر في هذا التوجه الجديد هذا التوجه الجديد الذي تجسده أو يجسده مخطط عملي للحكومة المنتظر أن يصادق عليه البرلمان ثم يعرض على البرلمان ويعرض على مجلس الوزراء مجددا للمصادقة عليه كيف تتم هذه الخطوات وكيف نقرأ بالموازات وعود وتوجهات وما حدث اليوم من خلال تعليمات رئيس الجمهورية والطريقة الذي يمر عليه هذا المخطط العملي للحكومة عبر البرلمان هل فيه تعديلات ما فيش تعديلات كيف تتم هذه العملية من ناحية القانونية خليني قبل ما نجاوبك على الإجراءات التي يمر بها مخطط عمل الحكومة نقدم نعم. ملاحظتين الملاحظة الأولى هي أنه لأول مرة من وجهة نظري يتم الاهتمام بالجالية الجزائرية عبر وزاره من خلال طبعا اخذ بعين الاعتبار هذه الجاليه في تشكيل الحكومه وتخصيص منصب وزاري ما بغض النظر كتاب الدوله كذا ما المهم هو نعم. منصب وزاري للجاليه وللكفاءات الجزائريه نعم. الموجوده في الخارج وهذا شيء مهم بالفعل و يعني خلينا نقول بالفعل فعلا لاول مره هناك تفكير و هذا التفكير الذي يندرج في اطار استراتيجيه معينه واستاذ لوراري وزيد لها نقطه اخرى ما جاءت في التاكيد اليوم وهو ضروره تجديد الموقف لضروره الاصغاء للجاليه وتطلعاتها من خلال السفارات الموجوده في الخارج بالتاكيد بالتاكيد هذه السفارات يجب ان تبقى عباره عن ممثليات دبلوماسيه احيانا تكون في خدمه بعض الشخصيات دعنا نقولها صراحه بعيده عن خدمه القضايا الاساسيه والاهتمامات الأساسية للفرد أو للمواطن الجزائري سواء الموجود في الخارج أو الموجود في الداخل وينتقل إلى الخارج إذن هذه خطوة لابد وأن وأن منها والنقطة الثانية اللي هي بالنسبة للجالية هذه هذا الاهتمام هذه الالتفاتة لا محالة ستكون لها انعكاسات إيجابية في إطار على الأقل استثمار هذه الجالية في الداخل نعم طبعا هذا سوف لن يكون بين ليله وعشيه معروفه نعم يعني القوانين الموجوده عندنا معروفه بعض العراقيل خلينا نقول البيروقراطيه حتى لا نستعمل مصطلحات اخرى الى غير ذلك ولكن مهما يكون انا نظن هنا نجي لسؤالك نعم هذا كله يعني يتاتى بمخطط تنفيذي من خلال الحكومة. الحوار اللي جرى الان فقط بيناتنا في خمسه ولا يعني دعني اقول لك بان التحديات كبيره والمهمه صعبه ولكنها ليست, ليست مستحيله نعم. هذا يتوقف اولا على وجود مخطط عامل لبرنامج الحكومه على ان يكون هذا المخطط يعني اولا مبنيا على تقدير حقيقي وواقعي للامكانيات الماديه والبشريه المتوفره واحد والماليه ايضا لانه شيء مهم جدا واحد اثنين هذا المخطط ايضا لابد وان يتضمن تحديد الاولويات لانه كما قلنا تحديات كبيره وكل لا. القطاعات كما يقولوا دعني اعبر عنها بالدرجه يعني كما يقولوا بدرجه فتحه فما ما تقدرش تعزل اي قطاع من القطاعات سواء الاقتصادي في الاقتصاد عندك الفلاحي كذا الاجتماعي الى غير الثقافي الى غير الرياضي الى غير ذلك نعم. لانه خلاص عشنا مرحله تاع صحية لمده 20 سنه النتيجه هنا وقفنا عليها من هنا لابد كما قلت ان يكون هذا هذا المخطط مبني على معطيات موضوعيه واقعيه مدروسه واحد اثنين يتضمن تحديد الاولويات شيء طبيعي جدا وثلاثه يكون محدد زمنيا او مربوط بفترات زمنيه ستريز امبورتون اذا كان مخطط هكذا عام ما ما كانش يعني اجل لتسديده مهما كان في اي قطاع من القطاعات دعني اقول لك منذ البدايه راح يكون عباره عن شعارات وفقط شعارات وديمغوجيه لا اكثر ولا اقل من هنا تبرز اهميه اعداد مخطط لعمل الحكومه طبعا وبعد ونظن بالليل اليوم هذا الاجتماع اليوم الاول ينبئ ينبئ أو يجعلنا نتفائل بأنه هذا المخطط لا محالة سيكون في مستوى هذه التحديات المطروحة. وبالنسبة لهذه الحكومة على الأقل. متى يبدأ تنفيذه يعني هكذا بالصورة القانونية؟ بالطريقة نعم أنا نظن باللي إيه؟ تمدد التوجيهات الكبرى ونظن باللي بدون شك بأنه تم أو الانطلاق في بداية تحضير هذا المخطط على مختلف الوزارات المعنية ليتم لي في نهاية الأمر صياغته صياغة نهائية. ويقدم في شكل مشروع بعد ان تصادق عليه الحكومه مجلس الحكومه الى مجلس الوزراء نعم. لتتم المصادقه عليه لانه عندما يقدم يقدم كمخطط عمل للحكومه للجهاز الحكومة التنفيذي للجهاز التنفيذي ككل مجلس الحكومه ومجلس الوزارة يقدم الى المجلس الشعبي الوطني لدراسته ومناقشته وطبقا للدستور الساري المفعول بامكانه ان يدخل عليه بعض التغييرات والسلطه التقديريه تبقى للوزير الاول. نعم. هذا الوزير الاول الذي درأ بان هناك مجموعه من الاقتراحات قد تكون الموضوعيه التي الغرض منها واثراء هذا البرنامج وكذا، بامكانه ان يدخل هذه التغييرات طبعا بعد اجراء المشاورات اللازمه مع السيد رئيس الجمهوريه، يعني لا ينفرد الوزير الاول بادخال التغييرات التي مهما التي تقترح عليه من قبل السلطة التشريعية بعد ذلك طبعا تتم المصادقة على برنامج العمل على مستوى المجلس الشعبي الوطني لأنه المفروض من ناحية المبدئية المجلس الشعبي الوطني لا يملك إلا الموافقة بعد إجراء النقاش الذي يراه ضروريا لذلك بعد أن تتم المصادقة أو الموافقة من قبل الغرفة الأولى يعال على الغرفة الثانية أيضا إبداء رأيها ولكن نعم. دعني أؤكد هنا بأن الغرفة الثانية لا تملك إدخال أي تغييرات بل بإمكانها إذا كانت لها اقتراحات أو ملاحظات أن ترفقها في شكل لائحة يصادق عليها مجلس الأمة نعم. تكون مرفقة بهذا البرنامج العمل بعد الموافقة عليه طبعا عند ذاك يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ وتكون الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا البرنامج الذي وضعته لنفسها والذي صادقت عليه السلطه التشريعيه ليس هذا فقط بل الدستور الساري المفعول يلزم هذه الحكومه سنويا ان تقدم بيانا عن السياسه العامه وماذا نعني ببيان سياسة العامه؟ هو ما تم تنفيذه من هذا البرنامج لان هذا البرنامج بعد تتم المصادقه عليه كبرنامج لفتره خمس سنوات يجب ان يجزأ سنويا اي توزع المشاريع الموجوده عليه نعم كما قلنا وفق فترات زمنيه معينه وعند ذلك طبعا انا نظن يتطلب هذا من الوقت يعني بلم انا اعتقد بانه نظن والله نعم. اعلم ما. يعني نظن باللي الخطوات الاولى ديجا بدات والبرنامج ربما مساله, يعني مسألة ايام 60 70% نقولوا جاهز يحتاج ربما الى بعض الرتوشات لا اكثر ولا اقل يجب ان تاخذ هذه العمليه وقتا طويلا نعم. لانه كما قلنا التحديات كبيره والوقت ايضا لا يرحم ولذلك ما كانش يعني في العرف عندنا الدستوري اجال محدده وحتى الدستور لا يتضمن تحديد مده معينه ولكن المتفق عليه وما جرى به العمل هو ان يتم في اقرب وقت ممكن وعندما نتحدث عن وقت المفروض لا يتجاوز على الاقل 10 نعم. ايام في أقصى تقدير حتى تبدا الحكومه في عملها نعم. اذا في القضيه مساله ايام لم اقل مساله اسبوع نعم. او اكثر بقليل الدكتور تيغارسي هذا التوجه لما كنا نتكلم على أن الحكومه هذه تتسم بتوجه اقتصادي جديد هو بعيد عن الاقتصاد التقليدي الذي يذهب الى المصانع وكذا، الان فيه لما نقرا استحداث الوزارات المكلفه مثلا بالصناعه السينمائيه، بالصناعه الصيدلانيه، بالتعويل على الصناعه في مجالات السياحه، حتى في السياحه الدينيه، السياحه الثقافيه وكانه فيه ادخال موارد ماليه للدوله عبر قطاعات ربما كانت مغلوبه على امرها. خليني يعني. نجاوبك نقولك نعم. فقط انه من خلال البرنامج اللي شفناه اليوم يوضح طبعا كيفيه تطبيق النموذج الاقتصادي في المرحله الجايه لانه النموذج الاقتصادي اللي كان موجود طبعا من خلال على الاقل النموذج الاقتصادي اللي هو 2030 ما مت ما مت ما تجسدش في الارض الواقع لانه التحضير له كان تقريبا ثلاث سنوات ثلاث سنوات واش ندير اصلاح جبائي اصلاح مالي اصلاح اداري أه كثير من الاصلاحات اللي ممكن نديرها في العمل تاعنا باش نقدر ننطلق في المرحله الاولى نظن هذا العمل تقريبا موجود الان طبعا لازم نحضر ونشوف النموذج الاقتصادي هل رانا نفكر في اقتصاد ريعي يعتمد على المحروقات وهذا ما كنا نعتمد على السنوات الماضيه رغم انه تقريبا كل الإصلاحات ولكن بقات ثابته دائما ومش متحركه من خلال هذا التوليفه الحكومه وكثير من القطاعات المهمه اللي كانت مهمشة وخاصه لما نحكم اب اللي هو مهم جدا لما نحكم بعض القطاعات التجاره الخارجيه لما نحكم كثير من القطاعات نشوفوا انه بدا تفكير عميق في اصلاح طبعا جبائي اصلاح طبعا ضريبي في اصلاح اداري في اصلاح كذا لاحظنا انه تقريبا التشكيله اللي موجوده في الحكومه فيها هذه المميزات ضروري انه نفكر في مرحله كما قال قبيل لازم نحدد الزمن وقتاش نكمل الاصلاحات نعم. ثم تتم العمليه او الانطلاقه مباشره في الـ الانتاج اللي نحتاجه في المرحله الجايه واللي يحتاجه هذا المواطن البسيط لانه نقولها بصراحه من خلال إجراءات بسيطة ما نقدرش نرفع مستوى المعيشة على المواطن البسيط المواطن البسيط يحتاج لعملية الانتاجية في المرحلة الجاية كيف يمكن أننا نحرك هذه القطاعات المهمة جدا كيف يمكن أننا نوع الاقتصاد واللي جاء في في البدايه نعم. كذلك ويبقى ان نقول انه ممكن قطاع الفلاحه اللي يحكي عليه زميل يحقق لنا موارد كبيره جدا اكثر من المحروقات في المستقبل ويمكن كذلك انه القطاع تاع تاع خاصه المحروقات يكون مهم وممكن كذلك قطاع الصناعات مهم جدا انه هناك ثروات موجوده في الجنوب وسمعنا بها باللي هذا الوزير دا المرس تاع تراب هذا وهذا داك هذا لانه موجود فيها كذلك طبعا اموال كبيره يمكن انه نحققها لما تكون كاينه اراده سياسيه نعم. فقط ولكن بانسجام كبير في المرحله الجايه لانه في المراحل السابقه هذا وزير تجاره وهذا وزير صناعه ما كانش علاقه بيناتهم وما يتفاهمش معاه وما كذا نظن نعم. الفكره اللي موجوده انا حسيتها انه تقريبا كانه موجود الاب وموجود طبعا مجموعه الاولاد وهذا اللي راح نشوفه طبعا في المرحله الجايه وهذا اللي موجود انه تقريبا كل واحد عنده خريطه الطريق تاعه بالاضافه لخريطة الطريق العامه هناك خريطه طريق شخصيه للوزارات وثم نشوف نقدر نقيم هذه المردوديه نعم. تاع الوزارات. ربما في سؤال اخير استاذ مناس من مصباح رئيس الجمهوريه تحدث عن الدور الخارجي للجزائر من خلال مقاربه ثابته من خلال مواقف ثابته لدعم قضايا العادله في العالم وعلى راسها القضيه الفلسطينيه الصحراء الغربيه وركز ثانيا على الرساله التي ينبغي ان تكون وهي حسن الجوار والتضامن، هذا لا ينبغي ان تحيد عنه الجزائر، هكذا قالها صراحه رئيس الجمهوريه اليوم. هذا موقف ثابت ولن يتغير بالنسبه للجزائر، لان الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول مهما كان يعني مبادئها ثابته في السياسه الخارجيه، مواقفها ثابته ولن ولن تحيد عنها. وهناك من يضغط يعني نعود ونرجع ربما لو سمحت لي، ان حتى في مقاربه مثلا الملف الليبي منذ بدايات الازمه الليبيه كان هناك من عاتب الدوله الجزائريه على عدم التدخل حتى العسكري. هذا طرح غير واقعي لماذا؟ لان يعني نحن لا نعيش لوحدنا. الملف الليبي معقد وتداعياته مستمره كما تلاحظ الان. الجزائر يعني تدرك تماما كل المؤامرات التي تحاك في في جغرافيتها الملف الليبي واضاف له منطقه الساحل وهي كلها تدخل في لعبه كبيره وهي خنق الجزائر او ما يسمى بالتطويق الاستراتيجي للجزائر. فهناك رصانه هناك يعني فيما يتعلق باداره هذه الملفات وتجنبنا الأسوأ هناك حمايه للحدود وانا طبعا مع تامين هذه الحدود وعدم التورط الخارجي. في عندما تتطور الامور ربما في فتره لاحقه الى الى اوضاع ربما أسوأ هناك سيناريوهات بديله وبالتالي لا خوف قلناها لا خوف على الجزائر لماذا؟ لأننا نعود ايضا لما قلت الفريق الراحل رحمه الله عليه الفريق احمد قايد صالح عندما قال ان من يتجرا او يلمس يعني حفنه تراب في هذه الارض سيدفعها غاليا ويدفع ثمن غاليا هم يعرفون ذلك الجزائر يعني محصنة في هذا نعم. الجانب في دبلوماسيتها أيضا لديها رسالة لديها تقاليد وسواء في الملف الليبي أو في كل الملفات نعم. العالم باختصار خالد مهيث في نقطة أخيرة المجتمع المدني برسائل التضامن حتى أشرك أو أخذ من الأستاذ مناس من مصباح ومن رساله رئيس الجمهوريه حين نتكلم عن رسائل التضامن التي يتميز بها الشعب الجزائري وحسن الجوار هي ثقافه تصدرها الجزائر لليبيا وليس ليبيا فقط لكل الدول هي عقيده هي عقيده للدوله الجزائريه، الجزائر الدوله الجزائريه عندها عقيده في في التعامل الخارجي هذا نعم. من ما نهضروش عليه نعم. ايضا المجتمع الجزائري والمجتمع المدني الجزائري يعمل بقوه من اجل الرص ومن اعطاء صوره حسنه للجزائر خارج يعني خارج القطر الجزائري كان في الخارج كان من عندنا ناس اللي مثلوا الجزائر احسن تمثيل في في عده مجالات انا نقطه اخيره يعني نعم بسرعه البرنامج ينتحش. انا ادعو الى اعطاء فرصه للمجتمع المدني المجتمع المدني الفعال ماشي المجتمع المدني الانتهازي ايضا رفع مستوى احترافيه المجتمع المدني نعم. واعطائه فرصه واشراكه في اخذ القرارات والسياسات نعم. ايضا السياسه التشاركيه اللي راهي الان اصبحت نعم. واقعا نعم. شكرا, جزيلا لك استاذ لوراري باختصار وفي كلمه اخيره ربما شاهدنا البارحه تسليم واستلام المهام بين وزراء السابقين ووزراء جدد ولكن ما وراء الصوره هو صوره يمكن ان نصدرها للعالم ايضا على أن الوزراء السابقين خدموا الجزائر في مرحله حساسه ومنهم رئيس الدوله السابق الذي اشد في رساله البارحه او رئيس الجمهوريه اشد بدوره الفعال والحساس حينما طلب رئيس الدوله السابقه عبد القادر بن صالح اعفائه من منصبه في مجلس الامه فكان هذا التولفه الموجوده بين الجزائر بين ابناء الجزائر في رساله حري بها ان تصدر خارجيا باختصار انا اعتقد بان هذا يندرج في اطار الصوره الاولى التي عشناها بمناسبه تاديه السيد رئيس الجمهوريه لليمين الدستوريه وكيفيه تسليم وتسلم المهام هذه الصوره التي شاهدناها يوم امس هي تكمله لتلك الصوره لتلك الصوره بحيث ان هناك تعامل على مستوى راق حضاري وحتى الحفله انا كنت قلتها أنا داك في نعم. حتى الحفل الذي نظم بهذه المناسبه حفلا يعني يضاهي الح... مثل الحفلات التي تقام في الدول المتطوره ودعني اقول لك بان سيد رئيس الدوله بالاسلوب الذي صاغ به الرساله التي قدمها السيد رئيس الجمهوريه هي ليست رساله استقاله بقدر ما هي رسالة تعبير عن محبة وود وتفان في خدمة الجزائر لأن الأسلوب كان أسلوبا راقيا جدا ومعبرا جدا بحيث أنه لم يعلن استقلال وإنما طالب إعفاءه العام والخاص يعرف الظروف الصحية التي يمر بها هذا الرئيس والمجهودات دعنا وفي المقابل نعم كانت إشادة من قبل التي قدمها نعم رغم <applause> وفي المقابل كانت إشادة من قبل رئيس الجمهورية بدور رئيس الدولة السابق عبد المصالح في مرحلة حساسة مرة في الجزائر والآن نحن في مرحلة يتكرر ويتعمق مستقبلا نعم. في التعامل بين الاقتصاد التوجه الاقتصادي حكينا عليه كثير في كلمة أخيرة هو هو الهدف يعني باختصار أن الإجابة بالنسبة للمستثمر الأجنبي وهذا مهم جدا خاصة نعرف أن أنه القوة الاستثمار في الخارجي كانت اشكاليه موجوده وهذا نعم تكلم نعم عليها السيد رئيس الجمهوريه هي الدبلوماسيه ودورها خاصه مش نعم في تفعيل النشاط السياسي دورها في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال السماح لهذه الافراد باش باش يستثمروا في الجزائر ومن خلال طبعا على الاقل تقليل الواردات اللي هي كبيره جدا ومن خلال طبعا فتح الاسواق العالميه لانه أن ننقلها عندنا قوه اقتصاديه كبيره خاصه في الجانب الفلاحي ولكن نعم. نحتاج فقط لفتح الاسواق والنفذ الى الاسواق العالميه. نعم كلمة شكرا كلمه اخيره فقط لو سمحت لي علينا ان نتعلم احترام مسؤولينا حتى وان اختلفنا معهم تاكيدا لكلام الاستاذ الوارد. نعم نختلف ولكن نتفق في حب الجزائر وخدمتها نشكرك استاذ مناس من مصباح استاذ العلوم السياسيه والعلاقات شكرا. الدوليه شكرا. استاذ خالد مهيز الناشط الجمعوي من المجتمع المدني ونشكرك استاذ رشيد لوراري استاذ القانون الدستوري والدكتور الهواري تيغرسي استاذ الاقتصاد نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والاصغاء الى الملتقى